أنصاري إلى الله، نحن أنصار الله. مثل شيخنا بالنسبة للناس الذين يعيشون في الأرض المحتلة، صلاح العمل هل يكون في رد الظلم أو الصلاح اللي هو حاصل الآن الانتفاضة المشاركة فيها أو ترك هذا الأمر؟ بالنسبة للمسلمين هناك الكل يريد النجاة إذا كان مسلما، هل يكون هذا أو ما موقف المسلم ينبغي أن يكون في مثل هذه المواقف، مواقف الفتن التي نعيشها وخاصة في الأرض المحتلة؟ نعم، ما دام المسلمون أخي كما سمعت آنفا في قولي عليه السلام لما قيل له أهم قليلون، قال لا بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. هذا الوصف مع الأسف ينطبق على العالم الإسلامي اليوم، بدليل واقع إخواننا الفلسطينيين هل عايشين تحت حكم اليهود، لا تمتد إليهم يد المساعدة والعون والنصر من ملايين المملين من المسلمين. ما دام أن الواقع هكذا، أنا قلت قديما قبل الانتفاضة هذه بأن مثل هذه البلاد لو كان أهلها يعيشون على ضوء ما شرحته آنفا، العلم النافع والعمل الصالح، لنجوا بدينهم وتركوا أرض آبائهم وأجدادهم لا يبالون بها شيئا، ولهم أسوة بالمهاجرين الأولين. لكن ضعف علم المسلمين العلم النافع، وبالتالي إعراضهم عن العمل الصالح الناتج من جهلهم بالعلم النافع، يظنون أن بقاءهم تحت حكم هؤلاء اليهود الكفار في بلادهم أقوى لهم سياسة. إذن الآيات والأحاديث التي تحض المسلمين على أن يهاجروا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ما موقعها اليوم؟ ليس لها في صدور المسلمين اليوم أي مكان. كنت أقول هذا قبل الانتفاضة، وبعد الانتفاضة ومضي سنة أو أقل منها، أنا صرحت بأن هذه الانتفاضة ما دامت الدول العربية لا تمد يد المساعدة إليها من كل شيء بالسلاح وبالمال وبالرجال والآخره، فهذا يزيد الشعب الفلسطيني ضعفا على ضعف، ويزيد المستعمر الكافر الغاشم قوة على قوة. لذلك فأنا منذ أمد بعيد لا أؤيد الانتفاضة، الله أكبر الله أكبر، وأقول الأصل كما قلت بالمسلمين أن يهبوا هبة رجل واحد ويدافعوا عن البلاد هذه، ليست فقط لأنها بلاد مقدسة بل بلاد المسلمين كلها يجب الدفاع عنها. ومن المتفق عليه عند علماء المسلمين أن الكفار إذا غزوا طرفا أو إقليما من البلاد الإسلامية وجب عليهم كلهم أن ينهضوا لفرض هذا الكافر. مع الأسف هذا غير موجود اليوم، والحرب الأفغانية أكبر مثال، الدول ما أحد يتحرك فيها إطلاقا،
مع أن الطريق كان مفتوحا إلى عهد قريب بخلاف فلسطين، وفلسطين الواقع يؤسف أكثر وأكثر، لأنه لا يتمكن أي إنسان أن يدخل إلى فلسطين ليجاهد في سبيل الله بمعنى الكلمة. لذلك أنا لا أنصح بهذه الانتفاضة، وأنصح أن يوفر الشباب المسلم قوته ليوم الساعة حينما يستعدون كما أمر الشاعر الحكيم في الآية المعروفة التي يرددها كثير من الناس المربين أو الموجهين أو المرشدين دون أن ينتبهوا إلى أن في الآية توجيها غنيا، أعني بها قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذا الإعداد المادي غير ممكن تحقيقه في أرض فلسطين، هذا أمر بديهي. وإذا متى يظل إخوان المسلمون يقابلون الرصاص والقنابل بالحجارة؟ هذه بتي سنة سنتين ثلاثة وبعدين لا سمح الله فناء الشعب الفلسطيني وخلو الأرض من المسلمين تماماً.